مرحبا بكم، bienvenue, welcome to Rasha Podcast. هذا البودكاست موجه لأي واحد حبي يتعلم كيفاش يحافظ على الصحة تاعه وكذا مواضيع أخرى مهمة لكل واحد فينا. Rasha Podcast الكونتينو ديالو سورا سورتو ميديكال، راح يعطيكم معلومات ام تي بو ديتايي ولا دراسات على بعض المعلومات الطبية، وراح نجاوب فيه بيان سور على الأسئلة اللي تجيني في انستغرام ولا على لي فيديو تاعي في يوتيوب. دونك قبل ما نبداو تفكروا باللي هذا البودكاست ولا Rasha Podcast لا يمثل أي نصيحة طبية شخصية. هلو هلو، مرحبا بكم في الحلقة الثانية نتاع راشا بودكاست، معكم يور هوست راشا بيا. اليوم راح نهضر لكم على السوجي كان عندي بزاف كنت حابه نهضر فيه، مي كان معقد بزاف وحسيت للمتابعين تاعي مازال ما همش بخي باش يسمعوا، بصح دوكا جو بونس بلي حان الوقت اني نهضر عليه. مهم جدا على كل حال، وسورتو للناس اللي تعاني من امراض التهابيه في الامعاء والناس اللي تعاني من امراض المناعيه. دونك اليوم راح نهضر لكم على اللاكتينز. اللاكتينز هادو ما نوع من انواع البروتينات متواجدة في العديد من المأكولات، وخصوصا البقوليات والبذور. هما يكزيستيو بزاف بكميات كبيرة، ما حش نسيتي كلش، مي جو سورتو سيتي هادو ما البقوليات والبذور. دونك بزاف اخصائيين يقولوا باللي اللاكتينز ار فيري دينجروس، معناتها خطيرين جدا، وكاين واحد اخرين يقول لك نو سا ريبريزونت با ان دونجي، وماشي لازم الواحد يحبسهم باسكو الماكلات اللي فيهم تانيك فيهم معادن وفيها انتي اوكسيدنتس. دونك في هذه الحلقه ان شاء الله اون فا اكسبليكي ونشوفوا عبر العديد من الادله والدراسات اي دي تروك تيوريك، ونشوفوا من بعد اون ريزولتا واش تخموا واش رايكم. بيان سور ما تنساوش دخلوا لي فو كومونتير والاسئله تاعكم باش نقدر نجاوب عليهم في دي بودكاست جايين. دونك il faut savoir que هي اللاكتينز هي كارب بايندينغ بروتين. واش معناتها؟ معناتها هذه سي اون بروتين تحكم ولا ترتبط بالكاربس. الكاربس تعرفوا شنو هو الكاربس؟ اللي هي متواجده عند الحيوانات والنباتات. معناتها اللاكتينز هذه نلقاوها عند الحيوانات والنباتات. دوك نشوفوا ونقول لكم افيك لا سويت لا ديفيرونس بيناتهم. هذه النباتات وجود اللاكتينز علاش كيلقاو علاش هاد اللاكتينز تكسيستي؟ لقاو بلي هذا ميكانيزم دو ديفونس ولا الدفاع، ديروا النبته تفرز هاد اللاكتينز هادية تحطها في البذور تاعها ولا الفواكه تاعها باش كديروا كدفاع ضد الحشرات واكل الاعشاب، باش بيان سور باش تاسوري لا برودكتيفيتي نتاعها مع لو طون. بصح علاش الاخصائيين اباراسويت اهتموا باللاكتينز؟ اهتموا بها على خاطر شافوا وقالوا باللي لو فات كون نفهموا اللاكتينز وكيفاش يخدموا وكيفاش الميكانيزم تاع ديجيستيون تاعها وكيفاش تخدم داخل الجسم، راح يكون باب من ابواب علاج بعض الامراض المزمنه، وخصوصا اللي قلت لكم عليهم الامراض المناعيه ولا مالادي اوتو ايمون. ودوك نشوفوا كيفاش في الحلقه نتاع اليوم. دونك البقوليات كيما الفاصوليا الصوجا الكاوكاو اللي هضرنا عليه في الحلقه الاولى نتاع البودكاست هم من تقريبا اهم الماكولات، والبذور اللي فيهم اكبر كميه اللاكتينز. دونك كيفاش بدات الحكايه؟ كيفاش بداو يهتموا باللاكتينز هذه؟ دونك في 1976 في انجلترا صابوا نوف غارسون راحوا كلاو الكيدني بينز، معناتها كلاو الفاصوليا كلاوها نيه، معناتها ماشي طايبه ما كلاوش بزاف، كلاو وقيل جو بونس شويه حبات كلاو كل اللي كلاو منهم اربع حبات محسوبين ماشي طايبين ولا ماهمش مغليين. بعد ساعه ونص فقط خلاصت عليهم كامل باسهال شديد او تقيؤ، دونك دياري اي فوميسمون سي تانسي. ابري سوسي ولاو يكتبوا في لي بواط نتاع الفاصوليا يديروا يفو با مونجي ماشي طايبين باسكو سي تري دونجورو، على هاد السبه على كل حال. دونك من هو لحقوا انهم يدرسوا ويهتموا بالبروتينات هذوما لي لاكتينز. دونك في الفاصوليا واش يسموهم؟ يسموهم الفيتو ايما غلوتينين. لي فيتو ايما غلوتينين هذوما كاين اسماء بزاف على كل حال، في كل خضره ولا في كل حاجه عندها اسم بارتيكولير. في الفاصوليا يسموها لا فيتو ايما غلوتينين، ما يهمش على كل حال، جو هذه ثقافه عامه خلوها عندكم.
يا بليس دو 100 سورس معروفه نتاع اللاكتين، اكثر من 100 سورس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، ما نقولكمش بصح ما تخلعوش دوسمون دوك تفهموا على يا بزاف الخضر والفواكه، وكاين اللي فيهم اللي مضرين بزاف بصحه الانسان. كما قلت لكم في الاول هذه البروتينات عندها القدره انها ترتبط في الكاربس، بالكاربس ولا عنصر سكري في كامل الخلايا نتاع الجسم. دونك نلقاو هذا المركب في غشاء تاعها ولا في الخليه في الغشاء ديالها. المركب عنده كاربس في اخر البروتين، واش ما عندها دونك اللاكتينز. كي تجي مثلا كي ناكلو اللاكتينز واش راح يدير؟ اللي راح يرتبط بهذاك المركب الكاربس يجي في الغشاء نتاع الخليه. دونك كي يتركب في هذه دوك تشوفوا شنو هما لي كونسيكونس. على كل حال يفو سافوار كو لي لاكتينز اي سون تري ريزيستون لو سوك ديجستيف، معناتها ما راحش يهضمهم، ما كانش حاجه في الجسم تاعنا تهضم لي لاكتينز. لا بلوبار دو طون اغلبيه الاحوال راهم اليميني، يعني نيليمينيوهم، وثانيك ما عندهم اوكين فالور نوتريسيونيل. دونك ils sont résistants, ils n'ont aucune valeur nutritionnelle. هذه ديروها مليح في بالكم. في الهضم كي يلحقوا الامعاء ما يصرهم والو، على كل حال ما يتهضموش كما قلت لكم، ويرتبطوا بخلايا الامعاء ولا الخلايا جدار الامعاء كما قلت لكم. هذاك الكاربس هذاك يتعلقوا به دونك، ويقدروا يديروا بار لا سويت دي ديغا. واش معناتها يديروا دي ديغا؟ مثلا الديغا الاكبر المعروف الناس يدرسوه حاليا وهو الليكي جات ولا تسرب الامعاء. واش معناتها تسرب الامعاء؟ معناتها الخلايا نتاع جدار الامعاء ينفتحوا ويخلوا الحوايج الكبار كما البروتين اللي ما تهضموش، لي توكسينز، بعض البكتيريا، البروتينات يجوزوا للدم عادي. وهذه حاجه ما لازمش تصرى او ناتورال، باسكو كي تصرى راح تجيب استجابه مناعيه تقدر الواحد تطاكي الخلايا نتاعو. كان واحد ليتود في 1983، دونك تلقاو لي ليان تاع لي زيتود هادو راهم مكتوبين في ديسكريبسيون، اثبتت كيفاش اللاكتينز والانسولين تساهم في الفات ستورج، معناتها تخزين الدهون. مش معناتها تخزين الدهون، قلت لكم يا اخي واحد النهار في الستوري تاعي في انستغرام قلت لكم كيفاش الانسولين راح يمنع كي يكون بكثره في الجسم، راح يمنع انه الجسم يحرق الدهون ويدير لي في كونترير، راه يسمح انه الجسم يخزن الدهون. دونك واش لقاو في هاد ليتي؟ تصابوا الناس اللي حبست اكل البقوليات ولا الاكل اللي فيهم بزاف اللبتيز انخفض وزنها حتى 10 كيلو. كيفاش؟ كيما قلت لكم او فات اللاكتينز هذاك واش يدير؟ راح ينشط مستقبلات الانسولين. واش معناتها ينشط المستقبلات الانسولين؟ كي يكونوا مع بعض الانسولين واللاكتينز المفعول تاعها يزيد، معناتها راح يكون تخزين الفات ولا تخزين الدهون اكثر. مام اللاكتينز وحدها كي يكون اللاكتينز وحدها راح يكون تخزين الفات بزاف. دونك الوغ لا كي يكونوا مع بعضهم كيفاش لي فيه حيكون دوبل. دراسة أخرى تاني كنلقاو بلي اللاكتينز اللي مع افيك ان سي راح تبلوكي اللابتينز. تشفاو على الفيديو تاع الفركتوز وين هضرت على اللابتينز. اللابتينز هذه هي هرمون نتاع الشبع، معناتها كي يكون واحد الانسان ياكل راح تفرز هذيك اللابتينز، تقول المخ يعني حبس سي بون انا شبعنا ما نزيدوش ناكلو اللاكتينز. ها واش راح دير؟ واش راح دير؟ راح تكون مبلوكيا اللاكتينز، راح تبلوكي اللاكتينز، يعني الواحد يقدر غير ياكل يولي ياكل سون ستوب بلا ما يحبس. دونك ايماجينيو، دونك تفهموا دوكا كيفاش كاين ناس راهي تعاني من ان باش ينخفض الوزن تاعها، وكاين هاد الاسباب اللي هي تكون في اللاكتينز. اون بلوس هذه هي البروتين اللي نهضروا عليها تزيد في تسبب في زياده لو غوفلو غاسترو ايزوفاجيا، معناتها الحريق هذا كي صرا لكم بعد ما تاكلوا. هذا الميكانيزم معقد شويه ما راحش نديطيه بزاف، بصح راح نقول لكم باللي راح لو فات كي اللاكتينز راح يزيد في زياده انتاج الحمض العصيد هذاك، وبسببه راح يزيد زياده الهيستامين تكون سبب من الاسباب. ولهذا تقدروا تشوفوا نقصان في الغفلو غاسترو ايسوفاجيا الناس اللي راها اون لو كارب، حتى اللي نقصت الكربوهيدرات ولا اللي نقصت سورتو لي غران ولا الخبز ولا الجلوتين
بعد 6 ايام فقط في 6 ايام لانهم قطعوا الحبوب اللي فيهم بزاف اللاكتينز للاسف. دونك لقاو انخفاض في الحموضه. دونك الناس اللي تعاني من الحموضه بالك تقدروا تشوفوا انه سبب من الاسباب انكم تاكلوا اللاكتينز. نقصوا انتم عندكم ما خسرتوا. على كل حال الواحد يتستي روحه. كما قلت لكم في البدايه كاين لاكتينز من مصدر نباتي وكاين لاكتينز من مصدر حيواني. دونك المصدر الحيواني لقاو باللي هو اقل خطوره. يعني كيفاش عرفوا؟ دونك داروا مقارنه بيناتهم ولقاو فعلا انه افراز الهيستامين بسبب المصدر النباتي اللاكتينز بسبب المصدر النباتي اكبر بكثير من المصدر الحيواني. على بها يفو سورتو الناس اللي عندهم فيجيتابل دايت اونلي يفو بروند اون كونسيدراسيون هاد لي ديفيرونت زيتود. في دراسة جديدة تانيك في 2016 جوبونس حبوا يدرسوا كيفاش يقدر هاد البروتين تقدر تكون واحد من أسباب ظهور مرض الباركنسون. باركنسون شتي سبب الرعشة هذيك اللي تجي مع لاج. لقاو انه اللاكتينز تقدر تروح للأعصاب في المخ اللي هي متأثرة بالباركنسون لقاو اللاكتينز متواجد في اعلى النيرون ولا اعلى الخليه العصبيه اللي تفرز الدوبامين. دونك هي الدوبامين اللي هي المشكل في مرض الباركنسون. وثاني اكتشفوا كي هضرت على لو فات كو اللاكتينز يساهم في تخريب الامعاء يعني متسبب في الليكي غات يعني هضرنا عليها في الديبيو ولا الامعاء المتسربه. والجلوتين هو من اهم الاسباب. اللاكتينز الجلوتين تاع يعتبر هو ان لاكتينز. جلوتين سي ان لاكتينز 80%. يفو سافوار دابور انه 80% من البروتينات نتاع القمح هي دي جلوتين. نو سيلمون يوزليس بروتين معناتها ما فيها حتى فايده. بروتين ماشي عندها حتى فايده اي اون بلوس دامج معناتها يخربوا. وعند كامل الناس بالك ماشي غير عند السيلياك للناس اللي يعانوا من السيلياك و جو مغابل جو بونس حطيت في انستغرام واحد الزمان دليل على ذلك. بالك بعد هذا البودكاست نعاود نحطو باش نفكركم فيه. دونك كيما قلت لكم اللاكتينز هذايا والليكيغات راح يتسبب في لي مرادي اوتو ايمون معناها الجهاز المناعي يولي يخرب في خلايا الجسم وحده. دونك بصح كامل لازم تعرفوا باللي كامل كلينا خبز كامل كلينا غلوتين صح. و لا بيبار اللي ما عندناش سيلياك لا بيبار دون طون جزنا على وقت كلينا فيه بزاف بصح ماشي كامل عندنا هاد الامراض المناعيه. ماشي امراض ماشي كامل راح نديفلوبيو هاد الشيء. لازم تعرفوا باللي عندها معنى. اسكو ما راحش نمرضوا ابدا ولا راح يجي نهار ولا نمرضوا فيه. او فات سي با اوسي سامبل. En fait, les maladies auto-immunes, ce sont des maladies multifactorielles. Là, maladies multifactorielles, mais انتها فيها بزاف عوامل. اول عامل هو عامل جينات. دونك الا ما خيرتش ماليك الغالب بعد مرض وزيد نتايا لي فاكتور راك عندك ليكي غات من عوامل اخرى وزيد تاكل هاد اللاكتينز كابابل يعني عندك فرصه كبيره انك تصاب بالمرض وتولي مريض بمرض مناعي. دونك يفو فار تري اتونسيون يفو فار لازم واحد يعرف واش راهو ياكل اون بلوس. دونك سي اون ريزوم بزاف الاسباب اللي يسببوا في الليكي غات ما كاش غير اللاكتينز. عندكم لا بوليسيون لا بوليسيون تتسبب فيها. عندكم لي بيستيسيد اللي ناكلوهم مع الخضر والفواكه وكاين البلاستيك البي بي اي وريسامون لي لونبلاس بالبي بي اس. هذوما كامل يتسببوا. دونك ايماجيني زدنا عليهم اللاكتينز كامل مع بعض ايماجيني درجه الخطوره سورتو للناس اللي عندهم اون بريديسبوزيسيون نتاع لهذا المرض. دونك تخيل الامعاء مساكن كيفاش راح يعانيو. بصح كاين حلول كاين حلول باغ اكزومبل عندكم الدهون الصحيه. دونك ديما نشجع على اللو كارب الهاي فات. الدهون الصحيه راح تحمي امعائك من التسرب. وكاين ثاني الجلوتامين اللي يحمي امعائك. الجلوتامين اوغوزمون نلقاوها مصادر بروتين في البيض اللحم السمك نلقاوها ثاني في السبانخ والجزر الى اخره راح يحمي امعائك. سي بو سولا باكوم نلقاو باغ اكزومبل الخضر او الفواكه فيهم هاد الزوج فيها اللاكتينز وفيها الفيتامين. فو بوفي كومبوندر كيفاش الواحد راح يليميني ولا راح ينقص من الفول الاخر. السؤال مطروح دوكا اسكو لازم نحبس نليميني كامل اللاكتينز من ماكلتي؟
إلا أنت إنسان نورمال سي با نيسيسار. باغ كونطخ إلا أنت إنسان ولا أنت إنسانة تسوفري من مرض أوتو إيمون ولا مرض مناعي بيان سيغ كو وي و سي لا سوليسيون. دايوغ كاين دراسة تعملت في 2017 نيتو تخي ريسونت كي أبخوفي بلي ناس اللي عندهم مرض التهاب الأمعاء، مرض التهاب الأمعاء هو واحد من أسباب الأمراض المناعية الكبيرة. الناس كي شافوا بلي كي نقصوا لهم ولا نحاولهم كاريمون توت سورس دو ليكتينز، لقاو بلي اون اميليوراسيون انورم نتاع الحاله نتاعهم. دونك ماكش نقول لكم حبسوا الفاصوليا ماكش نقول لكم حبسوا سورتو الفاصوليا، ناكلوا بزاف منها. لا سوليوشن انكم باش تنقصوا لا كونتيتي تاع الليكتينز اللي فيها انكم تطيبوها بيان. وكيفاش طيبوها؟ لا ميور فاسون طيبوها في لا كوكوطا بريسيون. لا كوكوطا بريسيون راح تنقص العديد العديد من الليكتينز. دونك فوالا فوالا سي تي ان تي بو لون مي il faut comprendre, il faut savoir où شنو هما اللاكتينز. وجيسبر كو استفدتوا وتعلمتوا شنو هو اللاكتينز. اذا تعرفوا الناس يعانوا من امراض مناعيه ولا مرض التهاب الامعاء، بارطاجيو معهم هذه الحلقه، بالك يقدروا يفهموا، بالك تكون اللاكتينز هذه ولا هذا البروتين سبب من اسباب المعاناه نتاعهم، وكي نقصوها كابابل فريمون والله غير كابابل تكون حل من الحلول انها كابابل سوجاجيهم. اذا عندكم دي كيسيون ما تنساوش بوزيهم في لي كومونتير وتبعثوهم لي في انستغرام وتحطوهم في يوتيوب. راح الحلقه هذه راح تكون ديسپونيبل في يوتيوب ونجاوب عليهم في لي بودكاست ولا في لي ستوري. دونك ان شاء الله استفدتوا وتعلمتوا معنا حاجه اليوم. وكيما نوصيكم نقول لكم دائما طلعوا في رواحكم، طلعوا في صحتكم. كانت معكم رشا في رشا بودكاست، وما تنساوش صحتكم بين يديكم. سلام. ميرسي انورميمون، يعطيكم الصحة قعدتو حتى لافان تاع ليبيزود وقعدتو معانا في رشا بودكاست. بارطاجيو هاد ليبيزود الى عجبكم وابونيو وتاني لينا 5 اتوال. نشوفكم في الحلقات الجايين.